السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فيديو جديد. هذا الفيديو الفقرة الثانية من سلسلة الفيديوهات التعليمية لمرض السل أو التبركيلوسيس، واللي تكلمنا عن تعريفه وأسباب حدوثه وكيفية انتشاره في الفيديو السابق. أما هذا الفيديو إن شاء الله راح أتكلم عن مراحل الإصابة والتغيرات الفسيولوجية التي تظهر على المريض كأعراض لوجود إصابة بالتي بي. ماذا يحدث في بداية الإصابة بالمايكوبكتيريوم تبركيلوسيس؟ أول ما يستنشق الشخص بكتيريا المايكوبكتيريوم تبركيلوسيس المسبب للمرض تستقر في قمة الرئتين، وبعدها تبدأ بالتكاثر والانقسام على الرغم من مقاومة مناعة الجسم لها. بعد استقرارها في المنطقة المناسبة تبدأ تنتقل ببطء بالجسم عن طريق الأنسجة الليمفاوية أو الدورة الدموية. طبعا تحتاج من 6 إلى 8 أسابيع من دخولها حتى تبدأ خلايا الجهاز المناعي بتكوين ما يعرف بالجرانيلوماز أو أورام حبيبية في نسيج الرئة في المنطقة التي استقرت فيها هذه البكتيريا. تتكون الجرانيلوما نتيجة محاولة خلايا المايكروفيج بالقضاء على البكتيريا، لكن خلايا المايكروفيج تكتشف أن هذه البكتيريا لا يمكن القضاء عليها بسهولة، فتستعين بخلايا دفاعية أخرى تعرف بالتي لينفوسايتس أو التي سيلز، والتي تقوم بمحاربة هذه البكتيريا عن طريق إحاطتها ومحاولة القضاء عليها. طبعا تنجح التي لينفوسايتس بالقضاء على بعضها محدثة خروج مادة لزجة تشبه لزوجة ولون الجبن تسمى كيسيشن، مما يؤدي إلى القضاء أيضا على أنسجة الرئة في هذه المنطقة وتتحول إلى فايبرين ماس، أي كتلة لمفاوية لا يحدث فيها تبادل غازات ولا تستقبل أكسجين وليس لها قدرة على التمدد أثناء الشهيق. تبدأ بعد ذلك الغدد اللمفاوية لينفوسايتس بالجسم بالتضخم كإعلان على تلف منطقة في الرئتين وعلى وجود بكتيريا خطيرة في الجسم، ويسمى هذا التعاون والاتحاد ما بين المنطقة التالفة والغدد اللمفاوية بالجون كومبلكس. على الرغم من كل هذه التغيرات إلا أنه يصعب تحديد المنطقة المصابة في هذه الفترة في صور الإكس راي. لماذا؟ لأن المنطقة التالفة في الرئتين تعتبر منطقة صغيرة جدا ومعتمة وغير واضحة. أغلبية المرضى المصابين في المرحلة الأولى من الإصابة بهذه البكتيريا تتشافى هذه المنطقة التالفة، لكن تبقى ندبات أو ما تسمى بسكارز أو ليجنز على نسيج الرئتين كعلامة دائمة على الإصابة سابقا ببكتيريا خطيرة. طبعا مع الوقت تتحول هذه المنطقة إلى classified nodules، أي عقد مترسب فيها جزيئات من الكالسيوم التي تجعلها فيما بعد سهلة التحديد والرؤية في الصور الإشعاعية. الخلايا المناعية تأثيرها يكون فقط في السيطرة على المنطقة المصابة، لكنها لا تنجح في قتل البكتيريا. البكتيريا في هذه المرحلة تبقى لفترة ما بين مرحلة بداية الإصابة إلى مرحلة التفعيل أو التنشيط أو ما تعرف بـ Reinfection Period، وفترة الاستقرار هذه تدوم لسنوات من غير تفعيل لهذه البكتيريا. المرحلة ما بين الإصابة الأولى إلى مرحلة التنشيط أو التفعيل يكون الجسم في حالة صحية طبيعية، أي بمعنى لا وجود لأي أعراض تدل على استقرار هذه البكتيريا بالجسم، ولا يعتبر المريض في هذه الفترة مصاب بمرض السل اللي هو التبركلوسيس إلى أن يحين وقت التفعيل أو التنشيط لهذه البكتيريا. ماذا يحدث في مرحلة التفعيل للبكتيريا وما هو مسبب التفعيل؟ في بعض الأحيان مرحلة التفعيل لا تحدث إلا عند 10% من الأشخاص الذين أصيبوا ببكتيريا المايكوبكتيريوم تبركلوسيس، ومرحلة التفعيل تحدث بعد عدة سنوات، لكن الغالب أنها تتفعل في غضون سنتين من الإصابة بالبكتيريا. سبب التفعيل إلى الآن لا يوجد هناك سبب واضح ومؤكد، لكن هناك عوامل تساعد على تنشيط البكتيريا وتفعيلها. مثل إيش؟ مثل التقدم في العمر، قلة التغذية، شرب الكحوليات، داء السكري الدايبيريز، أمراض نقص المناعة، مرض السحار، سيليكوسيس، الغسيل الكلوي، الأمراض المزمنة المعيقة لحركة العضلات. هناك حالة خاصة تعرف باسم ميلاري تي بي، تدخل البكتيريا إلى الدم، والتي تتميز أنها تظهر في كل من المرحلة الإصابة الأولى ومرحلة التفعيل، وتنتشر بشكل أكبر من الانتشار الطبيعي للمرض بعد التفعيل، وتغطي أجزاء أكثر من الجزء المصاب في الجسم محدثة جروح صغيرة وكثيرة في أجزاء التي تنتشر فيها.
طبعا يتراوح حجم هذه الليجنز او الجروح ما بين 1 to 5 ملليمتر حسب رؤيتها في الصور الاشعاعيه للصدر، والاسم ماخوذ من شكله الواضح في الصور الاشعه الذي يشبه شكل نبته الميليتوس. تظهر حاله الميلاري تي بي غالبا مع مرضى نقص المناعه اللي هم الاميون كومبرمايز مثل الاطفال حديثي الولاده والشيخوخه، او المرضى الذين يكونون على فتره علاجيه توجب كبت المناعه اميون سبريشن ثيرابي، مثال في حاله نقل عضو جديد لاجسامهم، وفي حالات الايد، وفي حالات وجود اورام في الجسم. ما هي التغيرات الفسيولوجيه التي تحدث الان في المرحله الاولى؟ يكون الجسم في حالة حرب مع هذه البكتيريا، مما يؤدي إلى تلف مناطق أكثر في أنسجة الرئة المصابة، مما يؤدي إلى ضعف الجزء المصاب اللي هو اللونج لوب وإنكماشه، يحصل له يعني كولابس. هذه التغيرات في طبيعة الرئة تقود إلى التهاب في الشعب الهوائية وتضخمها، وعند استمرار البكتيريا في الانتقال في تجويف الرئتين اللي هي اللونج بارينشيما وإتلاف وإصابة مناطق كثيرة من أنسجة الرئتين، سيكون هناك العديد من الليجنز أو سكارز التي بدورها ليس فقط تغيير من خصائص وطبيعة أنسجة الرئة، وإنما تقوم بإحداث العديد من الأضرار على الجسم بشكل كامل، مثل نقص حاد في معدل دخول الأكسجين والغازات بسبب ضعف قدرة الرئتين على التمدد بالحجم والسعة المطلوبة لدخول المعدل المناسب من الأكسجين والغازات، والتي تسمى loss of lung volume. تدمير الأوعية الدموية لهذا السبب لا تحدث حالة VQ mismatch لأن الأوعية لا تعمل بالشكل المطلوب. زيادة معدل ثاني أكسيد الكربون اللي هي يصير عنده حالة hypercapnia. هذه التغييرات غالبا لا تحدث لمريض السل إلا إذا كان مريض السل يعاني أيضا من مرض صدري آخر مثل مرض COPD اللي هو مرض الانسداد الرئوي المزمن. عند قيام المريض باختبار وظائف الرئة اللي هي PFT في المرحلة الأولى لا يكون هناك أي أعراض أو دلالات على إصابته بمرض السل، ولكن كلما تقدم المرض ما بعد مرحلة التفعيل أو التنشيط نلاحظ عليه في اختبار PFT نقصان في حجم الرئة أي low lung volume، وضعف في قدرة المريض على استنشاق كمية الهواء الداخل للرئة أي low flow rate، حدوث نزيف داخلي للدم في تجويف الرئة اللي هو الهيموبتيزيس، وذلك أيضا بسبب تدمير الأوعية الدموية في الرئتين. إذا تضررت الحويصلات الهوائية اللي هي البرونكيولز من بكتيريا المايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس تؤدي إلى تضخمها وتوسعها، ويحدث ما يسمى بالبرونكوإكتايسيس، وهو فقدانها قدرتها على القيام بعملية تبادل الغازات اللي هي الفنتيليشن، مؤثرة أيضا على الشعب الهوائية بذلك. وبكذا أكون وصلت معكم لنهاية هذه الفقرة، أتمنى أنها كانت فقرة مفيدة وممتعة. الفقرة القادمة إن شاء الله راح أتكلم عن أساليب الفحص والعلامات والأعراض اللي راح تساعدنا في معرفة ما إذا كان المريض قد أصيب بالمايكوبكتيريوم تيبركيلوسيس أو لا. طبعا أوصيكم إذا عجبكم الفيديو يا ريت تسوون لايك وشير ليستفيد منه غيركم، وإذا مهتمين مجال الرعاية التنفسية يا ريت تسوون سبسكرايب. كانت معاكم أسماء الشمري ودمتم.